عزيزي تفسيران لا ثالث لهما في وجهة نظري. هذا إما خطوة ذكية جدا من القيادة البولندية بأنها قالت إن كانت الناتو الولايات المتحدة تدفعني والناتو إلى أن أصعد بموقف قد يعني يثير غضب موسكو فليكن بآلية الأطلسي، وهذه الخطوة الذكية جدا أن الطائرات يرسلونها إلى قاعدة الناتو في ألمانيا ومن ثم هناك لهم التصرف. الاحتمال الآخر أن هذا السيناريو من الأساس متفق عليه، بمعنى اتفاق الناتو فيما بينها بأنها توزع الأدوار، وهذا الشيء للأسف لا يشعل فقط غضب وفرستريشن يعني وصف بالإحباط. أمس مدير السي آي إيه قال في شهادته أنه يشعر بأن بوتين يشعر بالفرستريشن بالإحباط بعدم التقدم كما كان ينبغي أو كما كان يتوقع على في الحرب الأوكرانية، ولكن الفرستريشن حقيقي، إحباط بدا على قسمات وجه زيلينسكي بأنه قد تخلت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، تخلت عنه الناتو، تخلى عنه الاتحاد الأوروبي، حتى اضطر أن يقول علنية أنه ما عاد معنيا ولا مهتما بالانضمام للناتو لأنه لم يتمكن من حماية أوكرانيا، يقول علنية أنه مستعد أن يفكر بمصير الجمهوريتين والقرم. فهذا شيء يؤكد عزيزي أن يبدو كانت هناك نية للتصعيد لم تتوقع رد فعل بوتين، وعندما جاء رد فعل بوتين بهذه الطريقة صار الكل في موقع أنه هل نريد بالفعل أن نجرح هذا الأسد الجريح، أن نستفزه أو الدب الروسي كما يقال بلغة الصحافة أم لا؟ طبعا أي استفزاز غير محسوب العواقب ستكون نهايته الفشل الذريع، ولا قدر الله في هذه الحالة حرب أوسع مما نراه في أوكرانيا.